أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا، رب السما محيي يا سوريا، يا محلاها الحرية، سوريا حرية. يلا يا الحرية، يلا يا محلاها الحرية، وطقوا موتوا بعصية، والأسد فقد الشرعية، راحت المحسوبية بثورتنا السلمية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية. سكر مكر لا لا بياع السكر لا لا لا، سكر مكر لا لا بياع السكر لا لا لا. اسم بنت زينب، اسم شاب حمزة. سكر بكر لا 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 بياع سكر لا لا لا، سكر بكر بيدي دوري دوري لا دوري لا 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 لا. لماذا لم تصفقوا لي يا أولادي؟ أنا عندما أدخل إلى أي مكان الجميع يصفق لي، سأخرج وتعودون للتصفيق. دي دي دوري دوري لا دوم دوم دي لا دا دا دا. لماذا لم تصفقوا لي في المرة الثانية أيضا يا أولادي؟ بابا أنا بصراحة زعلان منك لأنك سفاح. بابا أنا زعلانة منك لأنك أنت كذاب. ما هذا؟ الجميع زعلان مني أصبح اليوم، يعني مثلا الرئيس الأمريكي، أوروبا زعلاني مني، أولادي زعلاني مني، يعني بصراحة أنا كأنه اسمي صار الزعل الأول. لماذا أنتم زعلانين مثلا؟ يعني أنت يا ابني مثلا ليش زعلان مني؟ بابا أنا زعلان منك لأنك قتلت رفيقي حمزة الخطيب. ولكن يا عزيزي يا ولدي، حمزة الخطيب مسلح. يعني شو معنات كلمة مسلح؟ مسلح يعني أنه يطلق الرصاص على الناس بالطرقات. يعني مثل ما عم يعملوا شبيحتك باللي بدهم حرية. خلاص لك أنت يا حيوان، خلاص رجع لورا، رجع لورا، تعالي هشوف أنت وليه، تعالي، ليه زعلانة أنت؟ بابا انا زعلانه منك لانك قطعت رفيقتي زينب. يبدو انك لا تشاهدي خلات الدنيا، يعني الامن عندما قطع فتاه واوصلها الى اهلها لم تكن زينب، كانت فتاه اخرى. نحن اذكياء، نحن اذكياء. طيب طيب، هي اللي قطعتوها رفيقتي، ليش قطعتوها؟ خافي ولا هيك؟ خافي ورجعي لورا، رجعي لورا. شو هذا اولادي يتزعلون مني؟ ما هذا ما هذا؟ يعني انا والله لا اعرف ماذا اقول، يعني في رئاستي الجديده هذه السنه كانت سنه سيئه. السنة القادمة عندما أكون رئيسا جديدا وتنتخبونني سيكون الوضع أفضل، يجب هذا يوم تافه. أي بابا، هي إذا ضليت للسنة الجاية إن شاء الله يضل شهر. ما هذا ما هذا ما هذا؟ بابا بابا بابا، أنت سمعت الشعار الجديد اللي عم يقولوه؟ أي بابا خليني أقول لك يا معلي. أي بابا يلا حنقول لك يا يلا. واحد اثنين ثلاثة يلا. يا ثورية لا تخافي بشار بعد القذافي، يا ثورية لا تخافي بشار بعد القذافي. الاحتجاجات وصلت إلى بيتي. يا شبيحة يا شبيحة سلمية يا شبيحة سلمية سلمية سلمية، تعال أقول لك سلمية، تعال أقول لك سلمية سلمية. أولادي سلمية، ما هذا ما هذا؟ أولادي أصبحوا في بيتي يتظاهروا، مندسين، سلفيين، إسرائيليين، قاعدة قاعدة قاعدة، جراثيم. أصبح يتواجه المواطن مع الرئيس في سوريا، هل هي سوريا الأسد أم سوريا الحرية؟ كيف يلتقي الذئب مع الفريسة، ومن هي الفريسة اليوم؟ هل أصبح أسد الغابة اليوم أرنب الغابة؟ عفوا عفوا، أنا مضطر أنسحب، أنا رئيس يا رجل، أنا لست أرنب. لحظة يا أخي، طول بالك يا أخي، لسه ما قلنا شيء. لحظة طول بالك، لا 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 ل